ميوت الصوت مظبوط. استاذ عادل انت ميوت. اه طيب انا اسف. طيب بسم الله. تدريب اداره المشاريع والمتابعه والتقييم في العاده هو تدريب مصمم لمدراء المشاريع، بس لانه اداره المشروع غير محصوره على مدير المشروع فقط، فعاده نتوقع من اي واحد يكون في قياده المنظمه سواء رئيس المنظمه او مدير تنفيذي او رئيس تنفيذي او مدراء برامج او مدير برنامج واحد، اي حد بيشتغل في حشد التمويل او مسؤول متابعه وتقييم، نتوقع ان في تفاصيل اساسيه كل واحد لازم يفهمها في اداره المشروع. لذلك هذا البرنامج مصمم لاي حد ناوي يشتغل مدير مشروع او مسؤول متابعه وتقييم، او ممكن يوم من الايام يكون مدير برنامج او مدير برامج او مدير منظمه او رئيس منظمه. طبعا لو تلاحظوا البرنامج هذا بيركز على 20 جلسه، 20 جلسة تدريبية أو 20 محاضرة. هي تتوزع معنا على كم؟ على يعني إحنا بنحاول إن إحنا نعملها 20 ساعة. إذا استطعنا إن إحنا نعمل كل يوم 3 جلسات بحسب المخطط في التدريب، معنا إن إحنا بنحتاج 7 جلسات تقريباً. أو إن إحنا ممكن نعملها 8 جلسات في حالة إن إحنا حاولنا نختصر ونعمل مثلا في أيام نعملها ساعتين وفي أيام نعملها 3 ساعات. فعموما يعني بنبدأ يعني بنمر على كل هذه النقاط. أتمنى إنه تم مشاركتكم هذه النقاط أو هذا البرنامج أو الأجندة. بيكون طبعا الأجندة بنتكلم على خطط المشروع وبنتكلم على تنفيذ المشروع وعلى المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم وعلى المراجعة الخارجية الفنية والمالية. لو طلعتم على حاجة تسمى دورة حياة المشروع، بتشوفوا أنه مركز دورة حياة المشروع على نفس المواضيع، ما عدا أنهم بيختصروها وما بيجيبوها بشكل كفاية. أنا بغلق الأجندة من أجل أشارككم سلايدات بطريقة أكثر ترتيب وتوضح الفكرة بشكل أفضل. لاحظوا لو لما نبدأ دورة حياة المشروع، هذه دورة حياة المشروع اللي للأسف مش دائما موجودة في المناهج اللي تلاقوها أونلاين. هذه معمولة بطريقة أكثر احتراث. ممكن تأكدوا لي انكم كلكم تشاهدوها؟ تمام. طيب اذا نلاحظ الان ان احنا عندنا ايش دورة حياة المشروع في 20 خطوة. يعني خلونا نتفق من الان انه اذا تكلمنا على إدارة المشروع احنا بنتكلم على 20 شيء، واحدة منها او هذه ال20 الخطوة تنقسم الى 4 مكونات. المكون الاول تخطيط المشروع، المكون الثاني تنفيذ المشروع، المكون الثالث متابعة وتقييم وتقارير، والمكون الرابع والأخير هو المراجعة الخارجية سواء فنية أو مالية. لو تكلمنا فقط على تخطيط المشروع معنا ثمان أشياء، ثمان خطوات عشان نتأكد أن هذه المنظمة أو هذا المشروع يتم إدارته بطريقة احترافية. نتوقع أنه أول حاجة معهم يقترح المشروع بشكل واضح وهم قادرين يستوعبوا معناه واتفاقية المشروع، ومطلوب من مدير المشروع أن يقوم بمراجعة مقترح المشروع النهائي واتفاقية المانع. وبعدها تظهر معنا عدة أشياء. بتظهر معنا خطة الأنشطة، نلاحظ هنا معنا خطة تنفيذ الأنشطة، معنا خطة التوظيف، معنا خطة متابعة التقييم والمساءلة والتعلم، خطة المشتروات، خطة الإنفاق، خطة إدارة المخاطر، خطة إعادة برمجة المشروع، وهذه خطة إعادة البرمجة يسموها Reallocation Plan أو إعادة برمجة المشروع. هذا في حالة أن احنا وصلنا إلى قبل نهاية المشروع وما زال عندنا ميزانية نتفق مع المانح على إعادة جدولتها. ففي هذا الحالة نحتاج أن احنا نركز أنه إذا تكلمنا على خطط المشروع معناها أن احنا نتكلم على 8 مراحل. أولها أن احنا نراجع المقترح، ثانيها ان احنا ننفذ الانشطه، نعمل الخطه اللي يسموها الورك بلان، خطه تنفيذ الانشطه، خطه التوظيف يسموها ريكروتمنت بلان،
او اتش ار بلان، ومعانا الميل بلان خطه متابعه تقييم المشغله والتعلم، بروكيرمنت بلان او لوجيستكس بلان اللي هي المشتريات، سبندنج بلان خطه الانفاق، خطه اداره المخاطر اللي هي ريسك مانجمنت بلان، وعندنا حاجه اسمها ري الوكيت بادجت ري الوكيشن بلان، خطه اعاده جدوله ميزانيه المشروع او نسميها خطه اعاده برمجه المشروع، وهذا تتم اثناء تنفيذ المشروع او قبل النهايه. فهذه الثمان الاشياء اذا اكتملت معناه انه خطط المشروع كامله، لو عملنا بس خطه تنفيذ الانشطه معناه اني مش كفايه. نجي لعند تنفيذ المشروع. بدء التنفيذ بما ان عندنا خطه التوظيف معناه ان احنا بنبدا نعمل توظيف وصياغه اهداف الموظفين، وبعدها تقييم فريق المشروع بحسب يعني حسب خلونا نقول التقييم الدوري لفريق المشروع. عندنا تنظيم العمل اللي هو الأورجانيزينج، يعني تنظيم العمل بين الفريق، تقسيم المهام، توزيع المهام بين الفريق، هذا من يعمل هذا الموضوع، من يعمل هذا، من يعمل هذا، يعني تنظيم المهام بين الفريق، هذا يعتبر من أهم الأشياء المتعلقة بإدارة المشاريع. بعدها موضوع الكوردينيشن، التنسيق مع شركاء المشروع، التنسيق في الميدان سواء في القرى والمحافظات بالمديريات أو بالمدن التي سنقوم بتنفيذ المشروع فيها، أو الجهات المعنية، التنسيق مع وزارة الصحة، مع وزارة التربية، مع وزارة المياه، مع الجهات المعنية كلها، وأيضاً التوجيه والإشراف على الفريق. بعد أن نوظف المشروع، فريق المشروع، ننظم العمل بينهم وننسق مع الشركاء، يجي مرحلة التوجيه، أنه مثلاً الفريق دائماً يحتاج استشارات، يحتاج أن أحد يقول له هذا ما بس هذا كذا، هذا يحتاج مراجعة. الإشراف على الإنجاز والتواصل مع الفريق وتوجيههم وإعطائهم التعليمات التي قد يحتاجوها في أي مرحلة، هذا يعتبر من أهم مراحل تنفيذ المشروع. وأنا الآن أتكلم معكم كمدير مشروع، يعني إحنا الآن نتكلم عن مهام ومدير المشروع. فهذه أربع خطوات بالإضافة إلى ثمان خطوات، بنتكلم على 12 خطوات مهمة جدا في تنفيذ أي مشروع. معنا خمس خطوات تتعلق بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم والتقارير. خمس خطوات مرتبطة بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم والتقارير، مع 12-17 معنا آخر خطوات اللي هي المراجعة المالية الخارجية، يعني يسموها الأودت ريبورت، الفاينانشال ريبورت أو المراجعة المالية الخارجية، ومعنا المراجعة الفنية الخارجية يسموها ثيرد بارتي مونيتورينج، أو أحيانا يسموها الفاينل ريفيو للمشاريع. وهذه لو تلاحظوا المراجعة المالية الخارجية تتم بواسطة شركات استشارية يرسلها المانح، يوظف يعني يتعاقد مع المانح ويرسلها إلينا، بينما المراجعة الفنية نفس الشيء ما يركزوش ماليا، يركزوا على الأنشطة والمتابعة والتقييم والتقارير، لكن نفس الشيء يرسلها المانح مش احنا اللي نعملها. ومعنا اخر حاجه اكفال انشطه المشروع. طبعا اكفال انشطه المشروع المفروض انها تتم قبل المراجعه الفنيه والماليه، فهذه اذا تمت واكفال الانشطه بنكون صرفنا كل المبلغ وعشنا دوره حياه المشروع كامله. هذه اول حاجه نحتاج ان احنا نتفق عليها. فممكن قبل ما نبدا في هذه المرحله انا ممكن اترككم نعمل مداخله وتعليق على ال 20 خطوه. من منكم اشتغلها من قبل؟ من منكم اليوم تفاجأت بأشياء جديدة؟ أو ما هي الأشياء اللي شفتوها أنها تحتاجوا تستوعبوها بشكل بتفاصيل أكثر؟ فأنا بترك لكم المجال، بترك لكم النقاش في هذه المرحلة. معنا تقريبا 5 دقائق نعمل نقاش إلى 10 دقائق. اللي يحب يتكلم يرفع يده. دكتور، أتوقع إدارة المخاطر اللي يعني شوي جديدة علينا أو جديدة علي أنا شخصياً يعني. أها، أوكي، غفران طبعاً أنت صح؟ غفران. طيب تمام. رزان؟ دكتور بس بحب أقول لك إنه هو دائماً على الورق الحكي كتير حلو، لأنه دائماً الواقع بيكون مختلف للأسف عن الموضوع، يعني هو ما في إشي جديد كله بعرفه، بس دائماً الواقع بيكون فيه تحديات أكبر. صحيح، وطبعا التنفيذ أصعب بكثير، خصوصا لما المنظمة يكون معها كثير مشاريع تبقى التوثيق صعب جدا. طيب دكتور ماجدة.
يعطيك العافية. أنا كنت بدي أسأل إنه هاي المراحل بتتم بالترتيب، وإذا بتتم بالترتيب ليش ما خلينا تخطيط المشروع بالبداية فوق، ولا إنه بالبداية بتكون أول إشي المراجعة أو بكون تقييم وبعدين المراجعة وبعدين التخطيط؟ يعني نبدأ لنفس النقطة. لا لا، احنا بنبدأ من نقطة البداية من التخطيط بس عشان نقدر نعمل الرصة هذه يعني. بس عشان الرسمة. ايوه لانه فوق ما عرفنا بس. تمام. وكنت بدي اسأل كمان بتنفيذ المشروع، توظيف وتقييم فريق المشروع. هلا انت حكيت تنفيذ المشروع هو بإدارة اللي هو صاحب المشروع او مدير المشروع. مدير المشروع. طيب طب هاي النقطة مش هي بمهام الـ HR، القسم المسؤول عن هذا الإشي؟ الـ HR هو فقط ينفذ ما يطلبه مدير المشروع. تمام. يعني مثلا من يقرر، مثلا افترضوا انه في معنا مسؤول اسمه المتابعة والتقييم، من ممكن يجهز الوصف الوظيفي وإعلان الوظيفة؟ المفروض مدير المشروع. لو معهم نماذج سابقة يستخدموها، بس لازم مدير المشروع يراجعها ويتأكد أنها صح ومضبوطة، يتم إعلان الوظيفة. بعدها يتقدموا الناس، يعملوا فرز لقائمة طويلة، بعدها يختبروهم تحريري، وبعدها يعملوا قائمة قصيرة، يختبروا يعملوا مقابلات. المفروض مدير المشروع هو رئيس لجنة المقابلات، هو الذي يقرر من الأنسب في توظيف التوظيف. طبعا ممكن يكون معاه مدير المنظمة ومدير البرامج ومدير البرنامج والإتش آر، هذول كلهم معاه، وممكن يكون هو عضو في لجنة المقابلات، ممكن يكون رئيس لجنة المقابلات، لكن مهم جدا وتعتبر من مهامه. لو حصل تأخير في التوظيف معنى أنه مدير المشروع متأخر. أها تمام، شكرا لك العافية. من اللي باقي رافع اليد؟ طبعا رزن ما نزلتش اليد، ممكن تتكلم او تنزل اليد. سارة الصوت ما زال مش واضح. رزن تجي تتكلمي او خلصت؟ بس في سؤال، هلا كل هدول الخطوات اللي محطوطين عن تخطيط المشروع هدول يتشاركوا مع الدونر ولا هدا للجهه المنفذه؟ هو الطبيعي انه اي شيء له علاقه بالمشروع انه يتم مشاركتها مع المانح، هذا الطبيعي طبعا. لكن ممكن المانح في اشياء ما يهتم بها، مثلا خطه نفترض مثلا خطه المشتريات او خطه التوظيف، ربما ما بيطلبهاش بشكل كبير، لكن تواجدها معنا هي دليل ان احنا محترفين، خصوصا لو عملناها في الوقت المطلوب وساعدتنا ان احنا نوظف ونعلن المناقصات وننفذ المشتريات في الوقت المطلوب، تعتبر مهمه جدا يعني. لكن حطوا في بالكم اي وثيقه مرتبطه بالمشروع تعتبر جزء لا يتجزا من الوثائق اللي ممكن يطلبها المانح. ما خلصناش الوقت طبعا، انا ما بنتقلش الا لما نكمل الاسئله في هذا المجال. من باقي عنده سؤال؟ طيب دكتوره ماجده، سؤال آخر فقط، المتابعة وتقييم والتقارير هاي كمان مسؤولية مدير المشروع ولا في أشخاص معينين هم بيعملوا هاي الدور؟ المنظمات الكبيرة معهم إدارة اسمها المتابعة والتقييم، وهذه أو الميل ديبارتمنت المفروض هي مسؤوليتهم. لكن لو لم ينفذوا عملهم، لو هم مهملين، يعني مسؤولية من؟ تتحول مسؤولية المدير، يعني مدير المشروع هو اللي يضمن انه متابعة المشروع تتم، يضمن انه اي انشطة تقييم انها تتم، يضمن ان المساءلة تتحقق وتتم، كل ما يتعلق بالمساءلة مثل آلية الشكاوى وتقدير الراجعة، توثيق الدروس المستفادة في التعلم، التقارير لازم تكون موجودة اولا باول، تقارير الانشطة والتقارير الشهرية، تقارير الفصلية او النصفية او النهائية. معنى انه لا يستطيع مدير المشروع ان يقولوا باللغه العربيه يتنصل، ما يقدرش يقول هذا مش عملي لانه هو مدير، معنى انه كل ما يتعلق بخيوط المشروع هي في يد مدير المشروع.
طيب طيب استاذ طه يعطيك العافيه استاذ عادل. هسه سؤالي ما بعرف هسه التخطيط المشروع وتنفيذ المشروع وكل الخطوات الاربعه هاي بتتم بعد ما احنا نقدم المقترح المشروع للجهه المانحه ويوافقوا عليه صح؟ ايوه لو نلاحظ انه طيب. اول خطوه كانت مراجعه مقترح المشروع واتفاقيه طبعا. المانح يكون المقترحات جهزناها، المانح عمل لنا المراجعه وتاكدنا من الميزانيه وكل التفاصيل وخلاص اتفقنا وقعنا الاتفاقيه حول لنا الفلوس. بس حطوا في بالكم بمجرد ما نوقع الاتفاقيه بيبدا المشروع من اليوم اللي بعده سواء وصلت طبعا. الفلوس او ام لم تصل بس تعتبر خلاص يعني بدا التنفيذ. اوكي تمام، يعني كل الامور اللي احنا مثلا بنعملها بتخطيط المشروع هي المفروض تكون اصلا واضحه عندنا من قبل لما احنا نعمل مقترح للمشروع 100%. مثلا لو تلاحظوا خطه تنفيذ الانشطه الرئيسيه هي موجوده في المقترح بالمقترح، لكن احنا في خطه الانشطه بنعمل تفصيليه، يعني كل نشاط في المقترح احنا نعتبره نشاط رئيسي مين اكتيفيتي يحتاج تفاصيل بعدها، هذه بتظهر في خطه تنفيذ الانشطه. طيب في وقت تمام في وقت تقديم المقترح ممكن مثلا يكون في فرق بين الاشياء اللي احنا قدمناها في المقترح والشيء الواقع اللي احنا فيه او وقت التنفيذ، هل بيكون هنا في مراجعه؟ هو شوفوا المفروض انه اي شيء احنا كتبنا في المقترح واتفقنا عليه المفروض نلتزم به، واذا تفاجئنا بتغيير بلخبطه بتاخير بواقع مختلف معنا فرصة اللي هي آخر حاجة لو تلاحظوا آخر نقطة اسمها خطة إعادة برمجة المشروع. هاي مثلا المرحلة بتكون تقريبا في المشروع. هذه طريقة. بدي أوصل لها. أيوة هذه طريقتين. إذا كان المشروع كبير ومثلا المشاريع اللي هي مليون دولار فما فوق أحيانا المانح بيعمل حاجة أو إحنا نفسنا نعمل حاجة تسمى تقييم نصفي للمشروع midterm review. في التقييم النصفي للمشروع في فترة نصف المشروع إذا شفنا أنه في تأخير أو أن المؤشرات والتارجتس اللي كانت الأعداد المستهدفة اللي حطيناها غير قابلة للتطبيق أو غير واقعية أو الميزانية ناقص أو زائدة عن اللي المطلوب إحنا نعمل إعادة برمجة، فبنطلب من المانح أن إحنا نعمل reallocation، يعني بنبدا نعمل حاجه اسمها بادجت ري الوكيشن او خطه اعاده برمجه المشروع. في اعاده برمجه المشروع نبدا نراجع الميزانيه ونشوف ايش البنود التي توفرت فيها فلوس ونتفق مع المانح ان احنا نعيد توزيعها على البنود التي نقصت منها الفلوس وهكذا، يعني ففي معنا فرصه. طبعا على الاغلب المانح يرفض إعادة البرمجة إذا باقي لنهاية المشروع أقل من شهر، يعني خطة إعادة برمجة المشروع لازم تتم في قبل نهاية المشروع بشهر تكون تمت، معناها إنه في نص المشروع يفضل إنه يبدأ النقاش مع المانح حول إعادة البرمجة. أتمنى أنها وضحت يعني. أشكرك. لا تمام. طيب لوزان. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. كنت أسأل إذا رح نغطي كيف نعمل ديزاين لبلان كامل بالإمان دي والفرق بين التولز والميثودولوجيز اللي ممكن نستخدمها ومتى ممكن نستخدم كل واحدة أو شو البيست براكتس بالنسبة للتقييم صحيح؟ نعم طبعا بالخطه تبع التقييم بنتعلم كيف نعمل الخطه وندخل في التفاصيل للخطط وبنتفق يعني مثلا ما هي الاشياء اللي نحتاج ان احنا نشتغلها والاشياء اللي يعني شوفوا لاحظوا ان احنا مثلا واحنا نصمم الاطار المنطقي مثل ما اتفقنا الانشطه بتتحول خطه انشطه، المؤشرات مع وسائل التحقق بتتحول خطه متابعه وتقييم، وبنتكلم على التفاصيل. يعني انا الان ما دخلناش التفاصيل يعني
فلوزان احتفظي بالسؤال هذا لما نصل الى متابعه التقييم، يعني يا اما ان احنا نجاوب عليها في خطه متابعه التقييم، يا اما انه تقدري تسالي اي سؤال متعلق بهذا. تمام، شكرا لك. الان انا احب اسمع اسئلتكم، فضولكم، اي شيء غريب يعني بقى. يعني لو تلاحظوا انه مثلا كميه التشابه بين اداره المشروع والمتابعه ومقترح المشروع، يعني ظهرتها اشياء كثيره، مثلا كل ما يتعلق بالمتابعه والتقييم والمساءله والتعلم، هذه كلها رجعت معنا من المقترح. انشطه المشروع كلها ظهرت معنا من المقترح. طيب خطه الانفاق من وين نعملها؟ يعني على ماذا نعتمد من اجل نطلع خطه الانفاق؟ البادجت. من البادجت، معنى انه ميزانيه المشروع بنحولها خطه سبندنج بلان، خطه انفاق. ونفس الشيء لما نتكلم على خطه التوظيف، على ماذا نعتمد؟ البادجت كمان، قديش محطوط على البرسونيل؟ بالضبط، الوظائف اللي ظهرت، اللي كانت أول مكون في الميزانية، اللي كانت رواتب الموظفين والموظفين والمهام تبعهم أو المسميات الوظيفية، منها بتظهر معنا خطة التوظيف. طيب المشتروات، خطة المشتروات من وين ناخذها؟ السبندنج بلان بشكل عام ماتش مع البادجت بكل تفاصيلها. مع البادجت. ايوه، والمشتريات هي بتكون خطه مختلفه مرتبطه مع البادجت كمان. نعم. طيب معناه هنا نتفق الان، كم الخطط اللي معتمده على الميزانيه؟ الخطط المعتمده على الميزانيه الان معنا خطة المشتريات والإنفاق، معنا أيوة معناها خطة التوظيف، توظيف والمشتريات أو والإنفاق. والإنفاق. ها. طيب ممكن. هذه ظهرت. أها. ما بنفع دكتور عادل بس بهيك بشكل سريع بترجع تفرق لي بين خطة إيش الفرق بين المشتريات والإنفاق؟ الإنفاق إحنا بشوفه مثلاً المانح لما يجيب لنا ميزانية، افترضوا أن المشروع لمدة 12 شهر، صح؟ متفقين على هذه المعلومة؟ المشروع لمدة 12 شهر. هل سنقوم بالإنفاق كل شهر نفس الشهر اللي بعده أو في اختلاف؟ مثلاً أنا ممكن هذا الشهر أنفق 20,000، بينما الشهر القادم ربما أحتاج بحسب خطة الأنشطة والمشتريات أنه ممكن أحتاج 50,000، بينما الشهر رقم 3 يمكن أصرف 5,000 بس، بينما الشهر الرابع ممكن أصرف 27,000، ممكن الشهر السادس أصرف 70,000. تمام، يعني خطة الإنفاق عم نحكي ب كل فترة قديش رح ننفق فيها، خطة المشتريات أيوة. نقول إيش الأشياء اللي بدنا نشتريها بناء على خطة الإنفاق، وطريقة الشراء هل بتكون مناقصة معلنة أو بنشتريها عروض أسعار أو مناقصة محدودة أو بنشتريها، يعني نوعي طريقة الشراء والمواعيد، متى بنعلن المناقصة، متى نفتح المضاريف، متى يبدأ الشغل، متى نصرف الدفعات الخاصة بالمناقصة وهكذا، هذه خطة الإنفاق. تمام، شكرا كثير. هلا. طيب إذا اتفقنا ثلاث خطط مربوطة بالميزانية. طيب معنا خطة ما هي الخطط أو على ماذا نعتمد من أجل نطلع الخطط الأخرى، مثل خطة الأنشطة، خطة متابعة التقييم والمساءلة والتعلم، خطة إطارة المخاطر، على ماذا نعتمد؟ على التايم لاين. التايم لاين هي اللي هي الأنشطة، يعني خلونا نقول على الأنشطة، ممكن على أنشطة المشروع نفسه، على المقترح. هي فعلياً كلها مرتبطة بالإطار المنطقي اللي سميناه اللوجيكال فريمورك. لأن إحنا لما نقرر إن إحنا نعمل خطة الأنشطة أو المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم،
أول شيء يكون في بالنا أنه ما هي الأشياء التي بنعملها من أجل ومتى نعملها لأجل ضمان تحقيق أهداف المشروع والوصول للأوتكمز اللي هي نتائج المشروع وأيضاً الوصول للمخرجات. معناها أنه إحنا بنضطر نراجع الإطار المنطقي كامل، معناها خطة إدارة المخاطر، خطة متابعة وتقييم المسائلة والتعلم، خطة الأنشطة كلها مرتبطة بالإطار المنطقي. تمام؟ طيب خطة إعادة برمجة المشروع، ما على ماذا نعتمد لأجل نعمل إعادة برمجة المشروع؟ على المتابعة والتقييم. على متابعة التقييم وعلى ميزانية المشروع اللي هو spending، لأن كل شهر احنا بنعمل حاجة نسميها spending tracking، انه تتبع للإنفاق، انه اذا شفنا انه لا بتتراكم علينا الميزانية او ان احنا متأخرين في تنفيذ الأنشطة، احنا بنبدأ نقنع المانع في بإعادة جدولة ميزانية المشروع او برمجة المشروع. بعض الأوقات يسموها NCE، يسموها non-cost extension، يعني تمديد المشروع بدون إضافة ميزانية جديدة، يعني نعيد توزيع الميزانية الموجودة في نفس مستوى. يعني مثلا لو المشروع ب 100,000، المانع يوافق انك تعيد برمجة المشروع بس في إطار ال 100,000. ممنوع انك تقول له انا احتاج إعادة برمجة او احتاج تمديد فترة المشروع بس احتاج مبالغ إضافية، هذه ممنوعة تماما. اتفقنا؟ أوكي. طيب بس بتأكد من التوقيت. طيب الآن نحن ننتقل هذه السلايد أنا جهزتها لكم إنجليزي عربي عشان اللي يحتاج يحفظ أو يتعرف على المصطلحات بيقدر واحد يشوفها باللغة الإنجليزية وبالعربي، مع أنه هذه شكلها معكوسة، شوفوا فيها أنا غلطة، أنا ممكن أصلحها. أيوة هذه معكوسة. أوكي. Need to bring. Evaluation, accountability, learning and reporting. تمام هكذا تمام. طيب. أوكي. الآن خلونا نعمل اتفاق قبل ما ننهي هذه الجلسة اللي هي تتعلق بهذه التفاصيل العشرين خطوة في إدارة المشروع. خلونا نعمل اتفاق على أول خطوة اللي كانت مراجعة مقترح المشروع واتفاقية المانح. احنا الآن تكلمنا عليها كلها، على الأشياء اللي نحتاج ان احنا نركز عليها. خلونا نكتب ما هي الأشياء اللي نحتاج ان احنا نركز عليها ولماذا. خلونا نتفق مع بعض، ما هي أهم حاجة نركز عليها في مراجعة المشروع واتفاقية المانح؟ يمكن التارجت مثلا، أماكن تطبيق المشروع. طيب إذن لحظة نبدأ نكتب. أول حاجة بنبدأ التارجت، ممكن نسميه الهدف، صح، او الهدف، الفئه المستهدفه. طيب الفئه المستهدفه يعني انهم اطفال، نساء، رجال. اوكي. وايش بادجت؟ الميزانيه. وكان في حد ذكر المطلقه المستهدفه. اوكي غيرها. طبعا ها نحن ممكن نقول التارجت، احنا ممكن نقول المؤشرات والتارجت اللي هي ايش العدد المستهدف. التقارير ممكن. خلاص حلو التقارير، بس لان احنا بادئين، لاحظوا ان هذه اول خطوه في الاداره، فالتقارير لسه مش مطلوبه، صح؟ بس في اشياء مهم جدا نحن نركز عليها في هذه المرحله تتعلق بالتقارير، اللي هي ايش؟ مواعيد تسليم التقارير.
هو مش بس مواعيد تسليم التقارير، هي المواعيد بشكل عام، الإطار الزمني أو الخط الزمني اللي بناء عليه بدها تنبنى الخطط الثانية. هي مرتبطة بالخطط، لكن خلونا نقول أنا كمدير مشروع أكثر شيء يقلقني إن أنا لازم ألتزم بالمواعيد اللي أتوقع إن المانح يحتاج مني تقرير معين أو وثيقة معينة. ممكن الـ supporting documents أو الوثائق المساندة مثل ولا هي تابعة للتقرير؟ هي تابعة بس هي أي وثائق تحقق تعتبر جزء من المؤشرات والترقية. طيب ممكن ليلة. فريق العمل مثلا ممكن تكون من الأمور اللي مدير المشروع لازم يركز عليها القدرات الموجودة عنده، مين الفريق اللي يشتغل معاه راح يشتغل معاه، من فريق المنظمة ينضم إدارة سيتم ما هي الوظائف التي يجب أن يتم الإعلان عنها. شوف هل يشترط المانع شروط الشراء وسياساته يعني شوفوا مثلا في مانحين يقول لا انا ما ليش دخل بسياسه المشتريات او سياسه الاداره الماليه الخاصه بك يا منظمه، لازم تلتزم بالسياسه الخاصه بي. يعني مثلاً المانح ممكن يشترط إذا المبلغ أكثر من 5000 دولار لازم مناقصة معلنة، بينما سياستي أنا كمنظمة لو 5000 إلى 10000 ممكن أعملها مناقصة مغلقة يعني محدودة بين عدة موردين أو مقاولين. معناه أنه لو المانح اشترط الالتزام بسياساته معنى أنه لازم نعمل خطة المشتريات وننفذ المشتريات بحسب السقوف التي فرضها المانح. هذه من أخطر القرارات طبعاً اللي ممكن تكون غلط لو ما ركزنا فيها، لأنه لو المانح رفض طريقة الشراء والمدقق المالي أصر أن احنا خالفناها، قد المانح يشترط علينا أن احنا نرجع فلوسه. سارة تفضلي. سارة صارت تسمعيني؟ دكتور سمعتك. هي نفسها الـ restricted والـ unrestricted fund النقطة الأخيرة اللي أنت حكيت عنها. طبعاً موضوع الـ restriction هذا هي أي مشروع جاء وفق اتفاقية هو restricted، كل الفلوس restricted لأن فيها بنود، يعني أي يعني الاتفاقية هي أصلاً موزعة على بنود محددة، فهذه كل شيء يعتبر restricted. لكن أنا أقصد هنا أنه مثلاً لو عندنا مشروع تعليم وذكرنا فيه أننا سنقوم بترميم أو بإعادة تأهيل مدرسة وعندنا ميزانية للمدرسة هذا مثلاً 6000 دولار، إذا المانح اشترط علينا سقوف مختلفة عن السقوف يعني مثلاً المانح ممكن يقول إذا يعني ممكن يذكرها بالاتفاقية، إذا كان المبلغ الذي سنقوم إذا كان المبلغ أكثر من 5000 دولار يجب أن تتم مناقصة معلنة، معناه أنه لازم إحنا نجهز وثيقة المناقصة الدراسة الفنية ونعمل مظاريف ونعلن عنها في الصحف الرسمية أو في مواقع أونلاين وننتظر الموردين أو المقاولين يقدموا ويتنافسوا ونعمل فتح مظاريف ولجنة فتح مظاريف تفاصيل. لازم نلتزم بسياسة المشتريات الخاصة بنا
وايضا بقانون المشتريات او القانون المناقصات والمزايدات ممكن في الدوله التي نعمل فيها. مثلا في الاردن اكيد عندكم في الدوله حاجه اسمها قانون المناقصات والمزايدات لازم نلتزم فيه. طب المنظمة شو بتستفيد انه بتجبرنا على عدد معين من مبلغ معين ان نعمل مناقصة؟ لانه شوفوا كل ما زادت المبالغ كل ما اشترط علينا المانح ان احنا نعمل تنافس، يعني لازم انه تكون في فرص متكافئة. يعني مش معقولة مثلا انا اكون اعرف مقاول معين اقول له تعال اشتغل ويلا تفضل وكم بتحصل كم بتربح هات لي جزء منها يعني بيحصل نوع من المقايضة. لكن لو كانت مناقصة علنية وشفافة معناها أنه هو الأفضل الذي بيقدم أقل سعر وأفضل جودة هو اللي مفروض أن احنا نختاره. يعني لازم أن احنا نترك الموضوع يكون تنافس. بمعنى ثاني ممكن تكون المنظمة عم بتحاول تساعد المؤسسة على أنه ما يصير فيها أي شبهة فساد أو أي بالضبط بالضبط. يعني لازم نتبع الإجراءات من أجل أن احنا نشتغل صح، وإلا المانح بيعمل علامة استفهام. وأيضا المراجع، مش قلنا احنا آخر خطوة هي المراجعة المالية والفنية؟ هذولا لو قالوا أن احنا ما التزمناش بالاتفاقية والبنود اللي فيها كذا المانح يعمل تحفظ على الفلوس ويشترط أن احنا نرجعها حتى لو أصلا صرفناها، بس ان احنا صرفناها بدون ما نلتزم بما ورد في الاتفاقية. طيب هل باقي حاجة ممكن نركز عليها هنا؟ باقي حاجة لها علاقة بالميزانية، المواعيد، تسليم الدفعات المالية من المانح. أحيانا المانح يوزع المبلغ الخاص بالمشروع إلى 3 دفعات أو 4 دفعات ودفعتين، وأحيانا يحدد إنه في تاريخ كذا وكذا، وشروط تسليمها. ايش نقصد بها هذا شروط تسليمها؟ يعني افترض المانح لما افترض انه عندنا مشروع $1,000,000، المانح عمل لها 3 مواعيد. مثلا الجزء الاول من الدفعه الاولى من المشروع $300,000 نفترض، المانح عامل شرط انه اذا صرفنا 75% من الدفعه الاولى ورسلنا التقرير المالي وقتها ممكن المانح يرسل لنا الدفعه الثانيه، بس ما بيرسلش إلا لما نثبت أن احنا صرفنا 75% من الدفعة الأولى. واضح؟ فمهم جداً أن احنا نركز أنه كم المبلغ اللي نقدر بواسطته نثبت أن احنا قادر نستلم الدفعة الثانية وكذلك الثالثة. هذه عادة اللي بتكون بريبورتس، يعني انت بتبعت كوارترلي ريبورتس في اتشيفمنت معينه يبين انه انت يو اتشيفد مثلا ربع التارجت، الربع الاول من التارجت، الربع الثاني من التارجت. هذا على اساس بتاخذ الدفعات بالضبط. بس هو احيانا التقرير الفني اوكي، لكن في تقرير مالي مرتبط بالدفعه نفسها، يعني ما هوش تقرير ربعي او نصفي او كذا، بيكون مرتبط بالدفعات. يعني مثلا انا اوفر لي الدفعه الاولى و 300,000 وكان مفروض اصرفها في شهرين، معناه انه لاجل استلم الدفعه الثانيه في الشهر الثالث لازم اثبت اني صرفت لا يقل عن 75% من المبلغ. طيب هذه اهم الاشياء اللي نتفق عليها في هذه المرحله. طبعا حطوا في بالكم انا مثلا اليوم مش عامل حسابي ان احنا ندخل كثير في الماده. اليوم بنتكلم شويه عن خطه المشروع. لو رجعنا لهذه ال20 خطوه، اليوم بنحاول ان احنا نتكلم على مراجعه المشروع واتفقنا ما هي الاشياء اللي نراجع المشروع وفقها،
وبنتكلم على خطة تنفيذ الأنشطة وخطة المتابعة والتقييم ممكن، أو خطة التوظيف ممكن نتكلم فيها كلها مثلا بشكل سريع، وبجيب لكم نماذج تراجعوها. بعدين بقية الخطط ممكن نخليها للجلسة القادمة. تمام. معنا حل ثاني إذا تحبوا اليوم إنه ما نطولش بشكل كبير. تمام. إنه أنا برسل لكم نموذج أكسل، ملف أكسل، لحظة الآن بعمل لكم مشاركة له، وتشوفوا مثلا هذه النماذج ممكن تراجعوها والجلسة القادمة ندخل في تفاصيلها. يعني شوفوا مثلا هذا ملف الأكسل معنا مثلا نموذج خطة الأنشطة، مثلا معنا كيف ان احنا نعمل نتيجة المشروع، نعمل بعدين الاوتبوت اللي هو مخرج المشروع، نبدأ ننقل الأنشطة الموجودة من الاتفاقية، وبعدها نبدأ نعمل ايش أنشطة فرعية تسمى سب اكتيفيتيز. يعني كل نشاط رئيسي ظهر في المشروع عنده أنشطة فرعية، مثلا إعداد وتنفيذ. لو تلاحظوا هذا مثلا نشاط إعداد وتنفيذ 5 ورش تدريبية لمئة شاب وشابة، 50 شاب 50 شابة، حول إعداد الدراسة السياسات مثلا، عفوا حول إعداد السياسات السياسات حول إعداد السياسات أو تسمى أوراق السياسات، هذا في مشاريع أوراق السياسات بوليسي بيبرز. عشان نعمل هذا التدريب بنبدأ نعمل تجهيز معايير واستمارة إعلان، يعني الإعلان للتقديم للمشاركة، يعني كيف بنختار الشباب هذولا. معنا نجهز المعايير، بعدها نعمل إعلان عن بدء التسجيل التنافسي للراغبين في المشاركة في التدريب هذا، بعدها اختيار المجموعة النهائية اللي بيكونوا معنا في التدريب، بعدها اختيار الميسرين لورش العمل والمدربين، تجهيز المادة التدريبية وهكذا. لاحظوا كم نقاط تظهر، هذا تسمى إيش الأنشطة التفصيلية اللي هي تسمى الورك بلان. خلاص الآن هذه خطة التنفيذ. خطة التنفيذ بيكون معنا زي ما قلنا، معنا النتيجة والمخرج، وبعدين يظهر نشاط رئيسي، يظهر نشاط فرعي، موقع التنفيذ، هل بننفذ النشاط هذا في المكتب، هل هو نشاط مكتبي أم نشاط في الميدان، بعدها المسؤول على النشاط، المسؤول على النشاط، بعدها التاريخ الزمني، الجدول الزمني متى سيتم التنفيذ. بس لو تلاحظوا في الجدول الزمني هنا ما هو شهري، إنه في كل أسبوع، يعني لاحظوا الشهر نوزعت 4 أسابيع، فإحنا عادة في الورك بلان نوزع الأنشطة أسبوعيا وهكذا إلى النهاية. وآخر شيء متطلبات التنفيذ، إيش نحتاج من أجل تنفيذ النشاط أو ماذا نحتاجه، وهل هناك تقارير أو مستندات لازم تتسلم نهاية النشاط، وملاحظات. هذه تقريبا خطة أنشطة مشروع مبسط. فأتمنى أنه نحن بنعمل هكذا نماذج، إذا أحد منكم قدر أنه يراجع المقترح المشروع ويحاول أنه يأخذ الأنشطة الرئيسية من المشروع ويعمل لنا نشاط رئيسي ويبدأ يعمل الأنشطة الفرعية وهكذا. أحس ما ظهرت في المقترح عنه. هذه خطة تسمى وربلان. تفضلوا دكتور. بدي أسألك، هاي موجودة إنه على الويب سايت لما عملنا مقترح المشروع، ولا على إكسل بس بتنعمل، ولا تكمل الأولى؟ لا، إحنا نقدر في الويب سايت نحول المقترحات إلى التنفيذ، ونبدأ نعمل نفس الخطة هذه أونلاين، نعملها في النظام. تمام. لو تعملنا إياها دكتور بالنظام عشان نكمل على اللي كتبنا. هو ممكن جدا طبعا، ونقدر نستخرجها من هناك، ملف اكسل تطلع لنا هكذا. يعني شوفوا طبعا اذا حبيتوا تعملوها هكذا، لازم واحد منكم من الذي استكملوا المشاريع يعمل لها سبمشن ويشاركنا. هل اللحظه بس بتاكد من، اذا حبيت اغير موقعي، انا كنت عامل حسابي بعد ساعه، ممكن نعمل تطبيق عملي بعد في الساعه الثانيه. تمام. احنا ممكن جدا يعني نرجع لنفس المشاريع
ونبدا نعمل خطه العمل، نعمل المتابعه والتقييم، نعمل الاشياء كلها يعني. حتى السبندنج لو حبيتوا بنقدر نعملها في بورتال. اهم شيء الان الملف الاكسل، انا بعد انا نهايه اليوم تذكروني اني بعمل مشاركه معكم ملف الاكسل، ونتعلم كيف نعمل خطه العمل، خطه المتابعه والتقييم، خطه الانفاق، خطه مثلا التوظيف، ممكن خطه الريسك مانجمنت او اداره المخاطر، كيف او كيف ممكن نعمل مصفوفه تحليل المخاطر وخطه لها يعني. فممكن نشتغل هذولا كلها. الان بما اني مرت هو تقريبا صح انه بدانا قبل يعني 6 و10 دقائق، بس انه بما ان احنا وصلنا الان الى الساعه 7 انا اقترح ان احنا نعمل استراحه ونعود بعد كم بعد نص ساعه. تمام اوكي دكتور، متفقين طبعا؟ ها خلاص، اذا انا بقفل وارجع بعد نص ساعه. شكرا جزيلا. اوكي.